يتقدم محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان، والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي في 33 دقيقة لعب. محمد علي بن رمضان يسجل الهدف الأول للترجي الرياضي من علامة الجزاء بعد لمسة يد بوسنينة وضربة جزاء حصل عليها رياض بن عياد، وفرحة لاعبي الترجي الرياضي وجماهير الترجي الرياضي التونسي بملعب محمد العقبي برادس.